شكد الكاتب الله بتبقى ما تخاف من زول ما تخليك مهزوز في عقيدتك ما تعتمد على زول البشر ضعفاء البشر ما عندهم حاجة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بجلاله والشكر له على أنعامه وأفضاله والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد أيها المسلمون الكرام، قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة الأنبياء من جملة ما قص من قصص أولئك الكرام خبر داود وسليمان، وهما من أنبياء الله تعالى الكرام. فسليمان وأبوه داود كرمهم الله تبارك وتعالى وآتاهما الملك والحكم والنبوة، وورث سليمان داود. قال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ومما نريد الوقوف عليه اليوم قوله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه القصة وقعت لما احتكم صاحب الغنم وصاحب الزرع إلى داود عليه السلام الأب. قال تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت معناها رعت المحصول ليلا، والنفش هو الرعي بالليل، والهمل هو الرعي بالنهار. فالرعي اللي بيكون بالليل ده بيسموه النفش، وعندنا بلغتنا نحن بنسميه السربة، يعني البهائم لما تدخل على محصول الناس بالغلط أو بالظلم والحرام. فدخلت الغنم على المحصول وقيل هو الكرم فأكلته وأتلفت المحصول بعد أن ظهرت عناقيده، يعني بعد ما خلاص هو شال الجندول بتاعه وقت الثمرة. فاختصم الرجلان إلى داود عليه السلام، فقضى داود بالغنم لصاحب الزرع، شال الغنم من سيدة وأداها لصاحب الزرع بدلا عن زرعه. فخرجا، فقال سليمان عليه السلام لأبيه داود: ما هكذا يا نبي الله؟ يعني هو تعقب أباه في الحكم، قال له: ما هكذا؟ قال: إنما تعطي الغنم لصاحب الزرع فيستفيد منها من اللبن ومن الصوف بتاعه وبقية منافعه
وتعطي الأرض المزروعة اللي تخربت بتديها لصاحب الغنم، فيقوم على تلك الأرض يزرع حتى إذا كان المحصول على شكله الأول اللي أكلته فيه والغنم، ترد كل منهما لصاحبه، يرجع بتاع الزرع يشيل زرعه زي ما كان، ويرجع بتاع الغنم يستلم غنمه كما هي. قال تعالى: ففهمناها سليمان فكان حكم سليمان أوفق من حكم أبيه. وفي هذا أيها المسلمون الكرام من الفوائد العظيمة، أولاً أعظم فائدة أن الرجل الصالح بل النبي لا يعلم الغيب، لأن سليمان عفواً داود حكم بغير حكم سليمان ولم يكن ظالماً، ولكنه لا يعلم الغيب. ويعضد هذه المسألة ما رواه الشيخان في هذه القصة، أن امرأتين ولدتا طفلين، فجاء الذئب فأخذ ولد إحداهما، فاختصمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود بالولد للكبرى، أدل المرأة الكبيرة وترك الصغرى. فلما جو طالعين دعاهما سليمان ولده، قال تعالى: فأتياني بالسكين فأقصه نصفين. قال لهم: مدام انتم ما رضيانين بالحكم ذاك، تعالوا جيبوا السكين اقسموا لكم الاثنين، اي واحدة اديها نص. فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله، التشيل هي ما تقسمه، إذن ده ولده. الكبيرة ما أدولها في الأول لكن ما ولده، عشان كده رضت إنه يقسموا النص لأنه ما حقه. أما الصغرى قالت: هو لها يا نبي الله. فالعلماء أخذوا من هذا أن القاضي يجوز له أن ينطق بغير الحق استدراجاً للمتخاصمين، ممكن يستدرج بمعلومة من باب المكر عشان يطلع منهم الحقيقة. ويعضد هذا الفائدة العظمى يا أخواننا اللي ذكرناه في الأول، أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لو كان داود عليه السلام بيعلم الغيب ما كان أدى ولد الصغيرة للكبيرة. وهذه يا أخواننا لها أهمية عظيمة في العقيدة، أن تعلم أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ومن باب أولى الصالحون، ومن باب أولى عامة البشر، كل حاجة من علم الغيب لا يعلمها أحد. وبهذا ينقطع السبيل يا أخواننا على الدجالين اللي شغالين في المجتمعات بالكذب والتزوير، بيأكلوا أموال الناس بالباطل. ناس يمشوا للدجال ولا الوداعية وتدعي لك علم الغيب بيحصل كده وحيحصل في يوم كده وفلان حيحصل له كده، زي ما في واحد شغال في الأسافير كل مرة بيجيب له كطبة جديدة بيقول له بل الغايب، كل مرة جايب له كطبة حيحصل يوم كده، والحاكم الفلاني حيحكم كذا، وفريق الهلال حيتغلب ومبشي للدوري الممتاز إلى آخره. تلاعب بالناس بالدجل وبالشعوذة. اعلم أيها المسلم الكريم، دي عقيدتك، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وأي زول بيدعي علم الغيب ساحر وكاهن ودجال، ما يجوز لك تمشي له، ولا تقول له افتح لي الكتاب، ولا تقول له شوف لي الخيرة، ولا تقول له أقرأ لي البركة، اللي بيحصل شنو؟ أيضاً من فوائد هذه القصة العظيمة أن الحاكم يحكم بمقتضى البينات، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعاً ما بيحكموا بمقتضى الوحي. الحكمة شنو يا أخواننا؟ لو كان النبي، أنا أقصد في الحكم مش تحكيم الشريعة، لا،
في التقاضي القضاء بين الأشخاص المتخاصمين. الرسول ما بيحكم بمقتضى الوحي، إنما يحكم بمقتضى البينات. لماذا؟ لأن الرسول لو حكم بالوحي ما حيقدر زول بعده يتولى القضاء، لأنه ما في حد تاني حيجي والوحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم القضاة أن يحكموا بمقتضى البينات. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. انتبه، المثلية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما في كل حاجة، ما زينا في كل حاجة، لكن في النقطة دي هو زينا. إنما أنا بشر مثلكم. أها، قال: وإنه ليأتيني الخصمان ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من بعض. في ناس عندهم لسان لما نقف قدام القاضي بيجيهل الكلام تمام، وبيطلع نفسه هو صاحب الحق، وخصمه ذاك ما عنده أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقضي له. بقضي له لأنه عنده لسان وأداني كلام وجيه. لكن لاحظ، ليس من حق المتخاصمين. لو القاضي حكم لك، لاحظ، لو القاضي حكم لك وأنت تعلم أن الحكم ليس لك، فحكم القاضي ما بحل لك الحاجة اللي أنت تشيلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هي لقمة من نار. دي لقمة نار، ويحكم لك بها القاضي ويديك عديل كده ورقة مختومة إنه الأرض دي حقتك، وهي في الحقيقة ما حقتك، لكن هي خدمتك البينات اللي عندك بس. كويس؟ هي ما حقتك في الحقيقة. قال لك دي لقمة من نار، فليأخذها أو ليتركها، وهذا للتهديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله تعالى أثنى على سليمان بمزيد فهم، ولم يذم داود، وأعطى الاثنين معا علما وحكما. ومما يستفاد يا أخواننا من هذه القصة خطورة مسألة القضاء. والقضاء ليس محصورا على القاضي اللي قاعد في المحكمة براو. القضاء يا أخواننا يدخل فيه كل من حكم بين متخاصمين. المعلم في المدرسة يدخل في مسألة القضاء. القضاء انت في بيتك وبتحكم بين أولادك، يا تفهم الناجح في اللعبة الترفيهية في البيت، انتبه، انت حاكم. ويدخل فيها حاكم الدولة ومسؤول المنطقة وبتاع اللجنة الشعبية، ديل كلهم بيدخلوا في قضية الحكام. وحاكم الدولة الكبير والوزراء بيدخلوا في قضية الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة. انتبه، أول ما تخش في قضية زي دي أنت واحد من ثلاثة. قال: قاضيان في النار وواحد في الجنة. اللي في الجنة قال: الذي علم الحق وقضى به. ده في الجنة محظوظ. أي قاضي حكم بالحق وعرف الحق حكم به محظوظ في الجنة. قال: وقاضيان في النار. قال: الذي لم يعلم الحق وقضى بالجهل في النار، والذي علم الحق وقضى بغيره ظلما أو جورا ده في النار برضه. عشان كده يا أخواننا نعمل حسابنا من قضية تولي أي منصب بيضعك أنت قاضي وحاكم بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم يموت، يوم يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. أعمل حسابك
عشان كده بتلقى الناس الان اللي فيهم جهل، الواحد فيهم جاري دار يتولى المناصب والحكم بين الناس والقضاء في الاموال وفي الدماء وفي الاعراض. دي مسؤوليه، دي مسؤوليه كبيره جدا، لكن من وفق فيها يا اخواننا خير عظيم. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. اسال الله تعالى ان يعلمنا علما نافعا وان يرزقنا يقينا خالصا. اساله تعالى الا يفرقنا الا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور.